مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم مجددا في هذا المباشر، وهذه المرة من مدينة أصيلة عاصمة الثقافة المغربية. إذا مدينة أصيلة، بعد ما كنا مشاهدينا الكرام معكم مباشرة من مدينة العرائش، ونقلنا لكم آخر مستجدات المتعلقة بمرض كورونا على مستوى مدينة أصيلة والقصر الكبير، من خلال استضافتنا للسيد عبد السلام الدابي المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، ولأكد لنا بأن مرض كورونا بالمدينة تحت السيطرة. كذلك منا جولة بشوارع مدينة العرائش ورفقة قافلة الخاصة بالحملة التوعوية لفائدة الساكنة بالتزام الحجر الصحي، قبل أن نقدم لكم أول خروج إعلامي لعائلة الطفل الذي تعرض للاعتداء على يد شيخ القبيلة بدوار الخراشفة بإقليم العرائش. إذا الآن مشاهدينا الكرام، نحن نتواجد في قلب مدينة أصيلة، المدينة الزرقاء، المدينة الهادئة. وهذه المدينة للإشارة لم تسجل أي حالة بفيروس كورونا إلى حدود اليوم منذ بداية انتشار هذا الوباء بالمغرب، ولله الحمد فأصيلة من بين المدن التي لم تسجل بها أي حالة وباء بفيروس كورونا. ونحن الآن في جولة عبر شوارعها الرئيسية، كما تتابعون معنا مشاهدينا الكرام، جميع المحلات التجارية مقفلة وملتزمة بالحجر الصحي الذي فرضته الجهات المختصة إلى غاية 20 ماي الجاري في إطار الاحترازات الوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا. إذا كما عودناكم مشاهدينا الكرام، فقرة ساعة قبل الفطور، انتقلنا من مدينة طنجة والآن نتواجد في أصيلة، ونحن في هذا الشارع التجاري للمدينة. كما تتابعون معنا، الساكنة ملتزمة بالحجر الصحي وكتحترم ساعة إقفال المحلات التجارية في موعدها خلال الحظر التجوال. إذن هكذا تبدو أزقة ودروب مدينة أصيلة الهادئة، المدينة الهادئة والنظيفة والمعروف عليها باحتضانها لأكبر المواسم الثقافية، وهنا أتحدث عن الموسم الثقافي الدولي لمدينة أصيلة، والذي ينعقد صيف كل سنة بتنظيم من مؤسسة منتدى أصيلة، والتي يشرف عليها الوزير السابق، وزير الثقافة سابقا ووزير الخارجية سابقا، السيد محمد بن عيسى، وهو رئيس بلدية أصيلة. إذا هو معروف عن هذه المدينة الهادئة بجمالية أزقتها ونظافتها، ونحن في هذه الجولة قبل ساعة الإفطار. هكذا تبدو المدينة في رمضان الذي يصادف جائحة كورونا. ودا مرحبا بمشاهدينا اللي تواصلوا معنا اللحظة. شكرا لعبد الحي من أصيلة، يقول مدينة جميلتي، مدينة أصيلة بالفعل صديقي. شكرا كذلك لمنير الشريف طنجاوي، شكرا على التحية يا صديقي. دنيا بريني
تقول الله يحفظكم. شكرا أختي، والله يحفظ جميع المغاربة من هذا الوباء، ونتمنى إن شاء الله ربي يكون الفرج قريبا، ولكن إذا التزمنا بالحجر الصحي وما نخرجوش إلا في الضرورة القصوى، وما نختلطوش في الأسواق، ونديروا الكمامات ديالنا الوقائية، ونحتربوا المسافة، مسافة الأمان بين كل شخص، واللي خصها تكون ما بين متر حتى نصف متر، سواء في الأسواق أو في الصيدليات. إذن هكذا تبدو أصيلة مشاهدينا الكرام، هذا مدخل المدينة القديمة، حيث يوجد هناك مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية. إلى جانب كورنيش المدينة المجاور لميناء أصيلة، ربما ميناء أصيلة كذلك ما زال في طور إعادة الهيكلة من جديد، الأشغال ما زالت به حتى يكون من بين موانئ الصيد التي تتوفر على البنيات التحتية ترقى لمتطلعات الصيادين بالمدينة. إذن فاطمة إيدوساكا من سلا، تحية لساكنة مدينة سلا. عبد العزيز يا الحياوي سلام من روتردام، تحية لمشاهدينا في هولندا، كذلك رجاء شهاب من فاس، تحية لساكنة فاس. محمد بولعيش، كم عدد الإصابات في مدينة أصيلة النظيفة الجميلة؟ لا يا أخي، ليس هناك أي إصابات حسب معطيات توصلنا بها، فإن أصيلة بها صفر حالة، وكنتمنى باقي المدن تكون بها صفر حالات بعد شفاء المصابين إن شاء الله بفيروس كورونا. نادية شكرا على التحية. هشام الكنزاوي يقول مدينة أصيلة مدينة جميلة. أمير أمي شكرا على باقة الورد يا منال. كمال إلياس، تحية لسكان مدينة أصيلة وجميع أنحاء المغرب، توحشنا بلادنا وعائلتنا، تحية من فرنسا. شكرا لأفراد الجالية المقيمة في فرنسا. معاد الطنجاوي، تحية من طنجة، نزد أصيلة، ديما شوف تي في في القمة. شكرا لك محمد الطنجاوي، وشكرا لساكنة عاصمة البوغاز وعاصمة جهة طنجة تطوان الحسيمة. نادية أكروش شكرا على التحية. مستر عزيز مايسترو يقول تحية لكم وتحية لناس أصيلة، شكرا على التحية. أمراني سوماني، تحية إلى جميع سكان أصيلة وعواشكم مبروكة، أنا من المحبين لمدينة أصيلة. طبعا صديقي، جميع المغاربة يعشقون ويحبون هذه المدينة الزرقاء، المدينة الساحلية التي يعشقها جميع المغاربة. شكرا لأسامة رشيدي، الله يحفظكم ويحفظ المغرب أجمعين. شكرا. معاد الطنجاوي يقول شوف تي في أحسن قناة، وبالتوفيق لكم. شكرا صديقي، بوجودكم نستمر، وبتواصلكم الدائم مشاهدينا الكرام تستمر معكم قناة شوف تي في دائما، ليتصل إليكم المعلومة وليصل عندكم الخبر بالصوت والصورة حتى يكتمل عندكم الخبر عبر شبكة مراسليها بمختلف جهات المملكة. إبراهيم الشرقاوي يقول أصيلة أجمل مدينة، شكرا يا إبراهيم. نادية تقول سلام من إسبانيا، وبالضبط من برشلونة، تحياتي لكم. شكرا لك يا أختي، وتحية لأفراد الجالية المقيمة في إسبانيا.
سواء في برشلونة أو في العاصمة مدريد. شكرا على تواصلكم. طبعا أفراد جالية المقيمة بالخارج دائما على تواصل مستمر مع قناتهم شوف تيفي. إذا مشاهدينا الكرام ما سخيناش بكم، كنتمنى لكم شهية طيبة وفطور شهي من أصيلة المدينة الزرقاء. غروب الشمس تقترب لحظة بلحظة ويقترب موعد الإفطار، وأقول لكم تقبل الله صيامكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. من أمام هذه اللوحة الجميلة عند مدخل مدينة أصيلة والتي تم افتتاحها وتم إنجازها في إطار فعالية موسم أصيلة الثقافي الدولي، أقول لكم مشاهدينا الكرام إلى اللقاء في أمان الله وفطوركم شهي.